الجنسي حاصل ومعصر. جاي انسان الشيخ الازهر. جاي انسان الشيخ الازهر. جاي انسان الشيخ الازهر. جاي انسان الشيخ الازهر. يا اردوغان الوشعبان. يا اردوغان الوشعبان. يا اردوغان الوشعبان. يا اردوغان الوشعبان. شفنا الطيب من تعبان. 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 يسكت يسكت حكم المرشد. يسكت يسكت حكم المرشد. يسكت يسكت حكم المرشد. يسكت يسكت حكم المرشد. يا سيدي خد قرار. 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 الشعب المصري في انتظار. الشعب المصري في انتظار. الشعب المصري في انتظار. الشعب نياد الاتحاد المصري. نياد الاتحاد المصري لحقوق الانسان بالوقفة الاحتجاجية لدعم شيخ الازهر وادارة اردوغان. يعلن الدكتور نجيب ابراهيم رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الانسان ومجلس امناء المنظمة وسائر القوى السياسية والاحزاب والائتلافات المشاركة في تلك الوقفة الاحتجاجية، يعلن إدانتهم الكاملة لتطاول رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان على قامة كبيرة وشيخ جليل. يا دكتور معلش البيان من الأول يا دكتور. معلش يا فندم بس عشان ما تقولوا لكم يا عم. نيادة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان في الوقفة الاحتجاجية لدعم شيخ الأزهر وإدانة أردوغان. يعلن الدكتور نجيب إبراهيم رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان ومجلس أمناء المنظمة وسائر القوى السياسية والأحزاب والائتلافات المشاركة في تلك الوقفة الاحتجاجية إدانتهم الكاملة لتطاول رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان على قامة كبيرة وشيخ جليل وقيمة رفيعة ليس على مستوى مصر فحسب وإنما على مستوى العالم العربي والإسلامي بل على مستوى العالم كله، وهو فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر الذي يمثل الوسطية والتسامح والاعتدال، وأنه لمن المذهل ألا يستوعب رئيس الوزراء التركي مكانة هذا الرجل الجليل والذي نأى بنفسه عن الزج بالأرض.